السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض أول باسوي وهي الجلايكوليسيس. قبل ما نبدأ في الباسوي نتفق إن احنا أي باسوي لازم نعرف منها وناخد مع بعض أربع حاجات مهمين لكل باسوي. لازم نعرف تعريف الباسوي، لازم نعرف أهمية الباسوي اللي أنا هدرسها، وأعرف مكان حدوثها بتحصل فين، في كل الخلايا ولا فين جوه الخلية بالظبط، ونعرف الخطوات بتاعتها. ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الجلايكوليسيس. اول حاجه يعني ايه جلايكوليسيس؟ كلمه جلايكوليسيس جايه من جلايكودي، معناها جلوكوز، جايه من الجلوكوز اللي هو ايه، اللي هو الشجر. يبقى جلايكو جايه من شجر او جلوكوز، وعندي لايزيس معناها تكسير او بريك داون. يبقى لما اجي اعرف الجلايكوليسيس هي بريك داون اوف الجلوكوز، انا بعمل تكسير للجلوكوز او بعمل اوكسيديشن للجلوكوز. يبقى الديفينيشن بتاع الجلايكوليسيس هو بريك داون اوف الجلوكوز. طيب فين مكان حدوث الجلايكوليسيس؟ الجلايكوليسيس تقريبا بتحصل في كل الخلايا اللي في الجسم. فين في الخليه بالظبط؟ بتحصل في مكان اسمه السيتوزول، بيتم في السيتوزول او السيتوبلازم بتاع معظم الخلايا اللي موجوده فين في الجسم. اهميتها ايه؟ اهميه الجلايكوليسيس بيتمثل عندي في انتاج الطاقه. فابص على خلايا زي الار بي سيز او الاريثروسايتس او ريد بلاد سيلز، خلايا الدم الحمراء، مصدر الطاقة الوحيد اللي فيها بيكون جلايكوليسيس. هي ما بتحصلش على جلايكوليسيس غير، ما بتحصلش على طاقة غير من الجلايكوليسيس، يعني ما بيتمش فيها كريبس سايكل ولا بقية الباسوي اللي هناخدها، هو مصدر الطاقة عندها بيبقى الجلايكوليسيس. كمان في العضلات عندي الجلايكوليسيس أساسية وهناخدها مع بعض ايه اللي بيحصل بالظبط في الماسلز. فالجلايكوليسيس اللي بيحصل فيها ان في جزيء من الجلوكوز بيتحول لاتنين مولكيولز من البايروفيت، ده بيصاحبه انتاج طاقه. يبقى انا هلخص اهميه الجلايكوليسيس ان هي بيحصل انرجي برودكشن، بيحصل انتاج طاقه، اللي هي مصدر للطاقه في ايه، في كل الخلايا او معظم الخلايا. الستبس بتاعتها بيبقى عندي عباره عن 10 تفاعلات، 10 ستيب، بنقسمهم بالتساوي 5 و5. اول خمسه بسميهم energy consuming phase، والخمسه التانيين بسميهم energy producing phase. يعني ايه energy consuming phase؟ يعني في اول خمس خطوات بيحصل عندي استهلاك للطاقه، والخمس خطوات التانيين بيحصل انتاج للطاقه. طيب انا ازاي بقول ان الغرض من الجلايكوليسيس هي انتاج الطاقه وانا هنا هستهلك طاقه؟ ده زي لما نيجي نفتح مشروع كده، المفروض في الاول ان انا ايه، بستثمر، بعمل استثمار، هدفع الاول في المشروع بتاعي، اجيب مثلا بضاعه حلوه، اعمل دعايه حلوه، يعني لازم اصرف الاول علشان بعد كده اعمل، يعني عشان بعد كده اجني الثمار اللي انا عملته. هو ده اللي بيحصل بالظبط، ان يعني الخليه في الاول هتعمل زي اكتيفيشن كده للجلوكوز عشان ان هي تقدر ان هي تحصل من، تعمل له اكسيديشن، تحصل منه على طاقه. فهي في الاول هتدفع شويه اي تي بي، لكن في الاخر هتطلع اي تي بي هيكون اكتر من اللي هي دفعته، فكده الخليه كسبت. انا عندي هنا الخليه هتبدا بالجلوكوز، او الجلوكوز بعد ما دخل الخليه هتبدا الخليه ان هي تعمل له اكتيفيشن، هتعمل له، تحط له فوسفيت جروب، هتدفع الاول تستهلك اي تي بي، 2 اي تي بي، والمرحله دي اللي هم يبقى اول خمس خطوات هنسميها انرجي انفستمنت فيز او انرجي كونسيومينج فيز. بعد كده هيحصل تكسير للجلوكوز، في النهايه احصل على 2 بايروفيت، وده بيصاحبه انتاج طاقه في شكل ناد اتش او اي تي بي، وبيكون النت انرجي هنا في الجلايكوليسيس ان الخليه كسبت اي تي بي. هناخدهم مع بعض ان شاء الله بالتفصيل. دول العشر رياكشنز اللي عندي. هنبدا بتفاعل تفاعل مع بعض ونفهمه والدنيا تبقى سهله ان شاء الله. اول حاجه ان انا عندي الجلوكوز، تبدا الخليه تعمل اكتيفيشن للجلوكوز ازاي؟ عن طريق ان هي هتضيف له فوسفات جروب. يبقى الجلوكوز الخليه هتضيف فوسفات جروب في ذره الكربون رقم 6، فالناتج هيبقى اسمه جلوكوز 6 فوسفات. جابت الفوسفاته دي منين؟ جابتها من الاي تي بي، يبقى الاي تي بي هيدخل عندي ويطلع اي دي بي.
يبقى فيه عارفين ان اي رياكشن لازم يكون فيه انزيم هو اللي بين مسؤول عن الرياكشن ده او اكسلريتنج الرياكشن ده. الانزيم هنا اللي عمل الرياكشن وحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت اسمه هيكسوكاينيز. ليه اسمه هيكسوكاينيز؟ اولا نتفق ان كلمه كاينيز انزيم اللي اسمه كاينيز ده انزيم يا اما يضيف فوسفيت جروب يا اما ينزع فوسفيت جروب. ثاني هنا اللي حصل تم اضافه فوسفيت جروب هي ذره الكربون رقم 6 وجت منين؟ جت من الاي تي بي. فالاي تي بي دخل فقط فوسفيت جروب وتحول لاي دي بي والانزيم اللي عمل كده هيبقى اسمه كاينيز. ليه سميته هيكسو؟ لان الجلوكوز هنا يعتبر هيكسوز. انا بسمي الانزيم بتاعي على حسب السبستريت، السبستريت اللي شغال عليها الهيكسو كاينيز اسمها جلوكوز. الجلوكوز ده يعني انا ممكن اسمي الانزيم ده جلوكو كاينيز، يبقى انا ممكن اسميه جلوكو كاينيز او هيكسوكاينيز. سميته جلوكوكاينيز لانه شغال على الجلوكوز، وممكن اسميه هيكسوكاينيز لانه هو الجلوكوز ده عباره عن هيكسوز يعني فيه 6 ذرات كربون، فهسميه هيكسوكاينيز او جلوكوكاينيز. يبقى اول خطوه ما فيهاش مشكله، عملت فوسفوريليشن او اكتيفيشن للجلوكوز ان انا ضفت له فوسفيت جروب في ذره الكربون رقم 6. بعد كده ان الجلوكوز 6 فوسفيت الخطوه الثانيه او التفاعل الثاني جلوكوز 6 فوسفيت هيبدا ان انا احوله لمركب اسمه فراكتوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت ده انا مش هقدر ان انا اعمله تكسير، هو الغرض دلوقتي ان انا هكسر الجلوكوز عشان يديني 2 بايروفيت في النهايه. الجلوكوز 6 فوسفيت ده انا مش هقدر ان انا اعمله تكسير واقسمه لجزئين، لا ابدا ان انا احوله للايزومر بتاعه اللي هو الفراكتوز 6 فوسفيت. فالخليه هتغير شكل جلوكوز 6 فوسفيت تغيره للفراكتوز 6 فوسفيت. طبعا عارفين ان الجلوكوز ده هيكسوز والفراكتوز هيكسوز، الاثنين فيهم نفس عدد ذرات بالظبط، لكن هنغير ايه ترتيب الذرات مع بعضه فهيديني فراكتوز 6 فوسفيت. اللي هيعمل كده ان الجلوكوز والفراكتوز الايزومر لبعض، فاللي هيعمل كده انزيم اسمه الايزوماريز. يبقى الايزوماريز هنا حول شكل الجلوكوز، غير بس ترتيب الذرات فبقى اسمه فراكتوز 6 فوسفيت. جلوكوز 6 فوسفيت بقى فراكتوز 6 فوسفيت، عشان كده الانزيم اسمه ايزوماريز. يبقى الايزوماريز بيغير عندي ترتيب الذرات بس، يعني بيحول 2 ايزومرز لبعض. طيب نخصص الانزيم بتاعنا شويه، بما انه شغال على جلوكوز 6 فوسفيت دي السبستريت بتاعته، فهنسميه فوسفو جلوكو ايزوماريز. يبقى اسم الانزيم اللي هيحول جلوكوز 6 فوسفيت لفراكتوز 6 فوسفيت هو فوسفو جلوكو ايزوماريز. وكده التفاعل الثاني حصل او الخطوه الثانيه وما فيهاش اي مشاكل. ندخل بعد كده على الخطوه الثالثه وهي الفراكتوز 6 فوسفيت. الخليه هتيجي تمسك الفراكتوز 6 فوسفيت خلاص، هتقول ان انا هقسمه نصين عشان يديني مركبين شبه بعض، لكن هتلاقي ان هو هنا عنده مجموعه فوسفيت في ذره الكربون رقم 6. يعني لو قسمته نصين مش هينفع، يبقى في مركب فيه 3 ذرات كربون وفي مركب تاني فيه 3 ذرات كربون ومعاهم فوسفيت جروب. انا عايزه مركبين شبه بعض بالظبط، فالخليه تقول لا انا هبدا ان انا هضيف فوسفيت جروب تاني للفراكتوز 6 فوسفيت عشان يبقى عنده مجموعتين فوسفيت لما اجي اقسمه يديني مركبين زي بعض. فهتروح تضيف مجموعه فوسفيت في ذره الكربون رقم 1، فالمركب هيبقى اسمه فراكتوز 1 و6 باي فوسفيت. يبقى هنا حصل اضافه مجموعه فوسفيت في ذره الكربون رقم كام؟ رقم 1. يبقى انا عندي في 1 وعندي في كام؟ في 6. يبقى اسمه فراكتوز 1 و6 باي فوسفيت. هتجيب الفوسفيت منين؟ هتجيبها من الاي تي بي، يبقى الاي تي بي هيدخل ويطلع اي دي بي. مين الانزيم اللي مسؤول عن اضافه فوسفيت او نزع فوسفيت؟ كاينيز. عشان كده الانزيم اللي هيقوم بالكلام ده هيبقى اسمه كاينيز، وبما انه شغال على الفراكتوز 6 فوسفيت صح هيبقى اسمه فوسفو فراكتو كاينيز. يبقى الفراكتوز 6 فوسفيت هيتحول لفراكتوز 1 و6 باي فوسفيت عن طريق الفوسفو فراكتو كاينيز، وجبنا الفوسفيت جروب من الاي تي بي اتحول لاي دي بي. تمام لحد كده الدنيا حلوه قوي. بعد كده نمسك بقى الفراكتوز 1 و6 باي فوسفيت هنعمل له ايه؟ نقسمه في النص بالظبط عشان يديني مركبين زي بعض. الانزيم اللي هيقسمه ويديني مركبين زي بعض هيبقى اسمه الدوليز. الدوليز ده هيقسم الفراكتوز 1 و6 باي فوسفيت لمركبين شبه بعض بالظبط. جليسرال دهايد 3 فوسفيت ودايهيدروكسي اسيتون فوسفيت.
جليسرول دهايد 3 فوسفيت، ده فيه 3 ذرات من الكربون اهو ومعاه فوسفيت جروب. الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت فيه برضو 3 ذرات من الكربون ومعاهم فوسفيت، ونفس عدد الهيدروجين ونفس عدد الاكسجين وكل حاجه، يعني هما مركبين ايزومر لبعض شبه بعض بالظبط في كل حاجه، اللي هما الجليسرول داي 3 فوسفيت وداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. يعني ينفع نحولهم لبعض عن طريق انزيم اسمه الايزومريز. يبقى الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ينفع يتحول لجليسرول داي 3 فوسفيت او العكس عن طريق الايزومريز. الانزيم هنا اسمه ايزومريز. طب هسمي اخصصه شويه، بما ان ده فيه 3 ذرات كربون وده فيه 3 ذرات كربون، هسميه ترايوز فوسفيت ايزومريز. ترايوز عشان السبستريت اللي شغال عليها فيها 3 ذرات كربون، وفوسفيت لان السبستريت فيها برضو ايه فيها فوسفيت، فعشان كده هسميه ترايوز فوسفيت ايزومريز. ترايوز فوسفيت ايزومريز. وكده نبقى خلصنا اول 5 خطوات عندي اللي هم بيحصل فيهم انرجي كونسيومينج فيز، او بنسميهم انرجي كونسيومينج فيز. اول حاجه ان انا حولت الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت عن طريق الهيكسو كايميز او الجلوكو كايميز، وجبنا الفوسفيتة الاي تي بي دخلت وطلعت اي دي بي. بعد كده الجلوكوز 6 فوسفيت هنضيف هنحوله للايزومر، هيبقى اسمه فراكتوز 6 فوسفيت عن طريق الايزومريز او فوسفو جلوكو ايزومريز. الفراكتوز 6 فوسفيت هنضيف له فوسفيتة جروب ثانيه هنجيبها من الاي تي بي، هيبقى اسمه فراكتوز 1.6 باي فوسفيت عن طريق الكايميز او فوسفو فراكتو كايميز. بعد كده يجي الالدوليز يعمل لي تكسير، او هيقسم الفراكتوز 1.6 باي فوسفيت لجزء مركبين شبه بعض بالظبط، واحد اسمه داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والتاني اسمه جليسرال دايت 3 فوسفيت. ده اللي بيتكتب دي اتش داي هيدروكسي اسيتون اي بي، ده الاختصار بتاعه بيتكتب كده داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والجليسرال داي 3 فوسفيت دول ايزومر لبعض، ينفعوا يتحولوا عن طريق الايزومريز. كل واحد فيهم بيحتوي على 3 ذرات كربون وفوسفيت جروب، هسميه الانزيم ترايوز فوسفيت ايزومريز. وكده خلصنا اول 5 خطوات. تعالوا نبص نشوف الخليه استهلكت طاقه زي ما قلنا هي انرجي كونسيومينج فيز. لو بصينا الاقي في الرياكشن نمبر 1 حصل استهلاك للطاقه، اي تي بي دخلت، وفي الرياكشن نمبر 3 برضو حصل استهلاك للطاقه، يبقى انا كده استهلكت كام اي تي بي؟ استهلكت 2 اي تي بي، يبقى انا كده استهلكت 2 اي تي بي. يبقى الطاقه اللي انا استهلكتهم اهو انا كتبتها بالماينس، لان ايه؟ لان انا استهلكتها. تمام. بعد كده نبدا في الخمس خطوات التانيين، ان شاء الله برضو يبقوا سهلين. انا دلوقتي اصبح عندي الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والجليسرال داي 3 فوسفيت. خلاص الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ينفع يتحول لجليسرال داي 3 فوسفيت. ناخد الجليسرال داي 3 فوسفيت ونبدا ان احنا نشتغل عليه. الجليسرال داي 3 فوسفيت دلوقتي هو فيه 3 ذرات من الكربون، فبيجي يشتغل عليه انزيم اسمه ديهيدروجينيز. انزيم اسمه ديهيدروجينيز بيعمل ايه؟ الديهيدروجينيز هنا بيضيف مجموعة فوسفيت وبيعمل اوكسيديشن عندي الايه للتفاعل. يبقى الجليسرال داي 3 فوسفيت هيشتغل عليه الجليسرال داي 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، انزيم اسمه دي هيدروجينيز جليسرال داي 3 فوسفيت، انا شغال على الجليسرال داي 3 فوسفيت. دي هيدروجينيز ده بنقول عليه باي فانكشنال انزيم. ليه باي فانكشنال انزيم؟ لان هو بيعمل حاجتين او بيعمل وظيفتين. اول حاجه ان هو بيضيف فوسفيت جروب، فاصبح المركب من اتحول من جليسرول داي 3 فوسفيت هيبقى اسمه 1.3 باي فوسفو جليسريت، يعني ضاف مجموعه فوسفيت في ذره الكربون رقم كام؟ رقم 1، فالمركب بقى اسمه 1.3 باي فوسفو جليسريت. تاني حاجه مش بيضيف فوسفيت بس، ده هو في الاصل دي هيدروجينيز من اسمه، يبقى بيعمل ايه؟ يبقى بيعمل اوكسيديشن. عمل اوكسيديشن عندي للجليسرال دهايد هنا 3 فوسفيت، فحول الجليسرال دهايد لما يحصل له اوكسيديشن هيتحول لجليسريت. يبقى انا تاني نقول ان دي هيدروجينيز انزيم هنا اللي بيعمل التفاعل ده جليسرال دهايد 3 فوسفيت هيحصل له اكسده، فالجليسرال دهايد ده الدهيد لما يحصل له اكسده هيتحول لايه؟ للجليسريت، هيبقى اسمه جليسريت فوسفو جليسريت 3 فوسفو جليسريت. لكن الانزيم اللي بيعمل الوظيفه دي مش بس بيعمل اوكسيديشن، لا ده بيعمل وظيفه تاني ان هو بيضيف
فوسفيت جروب. عشان كده الانزيم ده اللي هو الديهيدروجينيز بنسميه باي فانكشنال انزيم، بيعمل وظيفتين، بيعمل اوكسيديشن وبيعمل اضافه فوسفيت جروب. فاصبح المركب اللي هو جليسرال داي 3 فوسفيت اسمه 1 و3 باي فوسفوجليسريت، يبقى اضاف فوسفيت جروب في ذره الكرب رقم 1 وحول الجليسرال دهيد لجليسريت اكسده. طيب الاكسده دي عن طريق ان هو نزع منه هيدروجين، الهيدروجين مين اللي هيستقبله؟ استقبله الناد وطلع عندي ناد اتش. نلاحظ هنا يا جماعه ان انا مكتوب هنا 2 مولكيولز، وهتلاقوا في كل المركبات اللي جايه مكتوب 2 مولكيولز. ليه؟ لان انا عندي جليسرال دهايد 3 فوسفيت مش واحد، ده هو في واحد نتج من تفاعل من هنا وفي واحد جاء من تحويل الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت للجليسرال دهايد 3 فوسفيت، انا عندي 2 مولكيولز من الجليسرال دهايد 3 فوسفيت، فعشان كده هتلاقوا هنا 2 مولكيولز من الجليسرال دهايد 3 فوسفيت، وكل التفاعلات اللي جايه هتبقى مضروبه في 2. ليه؟ لان هي شغاله على 2 مولكيولز من الجليسرال دهايد 3 فوسفيت. حتى اللي على السهم برضه هيبقى 2، يعني هو المفروض ناد بلس بيتحول لناد اتش زائد اتش بلس، لكن نتيجه ان انا شغاله على جليسرال دايت 3 فوسفيت فهيدخل 2 ناد ويطلع 2 ناد اتش. يبقى اول حاجه في الفيز الثانيه اللي هو بيحصل فيها انرجي برودوسنج فيز اللي هي الخطوه رقم 6، ان جليسرال دايت 3 فوسفيت بيشغل عليه انزيم الجليسرال دايت 3 فوسفيت دي هيدروجينيز ويحوله ل 1 و3 باي فوسفوجليسريت. عمل ايه الانزيم ده؟ عمل اوكسيديشن للجليسرال دايت 3 فوسفيت وضاف معاه فوسفيت في ذره الكربون رقم 1، فاداني المركب اللي هو 1 و3 باي فوسفوجليسريت، وده صاحبه انتاج 2 مولكيولز من الناد اتش. الهيدروجين اللي طلع من الجليسرال دايت اخذ الناد بلس وتحول لناد اتش زائد اتش بلس. كده الخطوه رقم 6 تمام. ندخل بعد كده الخطوه رقم 7، ان انا عندي 1 و3 باي فوسفوجليسريت. المفروض ان المركب ده 1 و3 باي فوسفوجليسريت، المركب اللي انا عايز احصل بيه في الاخر اللي هو البيروفيت ما فيهوش فوسفيت جروب. طب انا عندي هنا 2 فوسفيت جروب، فالخليه تبدا تنزع فوسفيت جروب، هتنزع الاثنين فوسفيت جروب ده. فاول خطوه هيحصل نزع الفوسفيت جروب من ذره الكربون رقم 1، فالمركب اللي هي هنا دي هتحذفها خلاص، فهتحوله الى 3 فوسفوجليسريت. يبقى هتحول في الخطوه رقم 7 ال 1 و3 باي فوسفوجليسريت هيفقد مجموعه فوسفيت ويبقى اسمه 3 فوسفوجليسريت. 3 فوسفوجليسريت بما اني نزحت فوسفيت جروب، من اللي هياخدها؟ الاي دي بي هياخدها وهيطلع اي تي بي، واللي هيعمل الانزيم اللي بيعمل اضافه فوسفيت او نزع فوسفيت بنسميه كاينيز، بما انه شغال على الفوسفوجليسريت يبقى اسمه فوسفوجليسريت كاينيز. تمام. خطوه رقم 7 برده سهله، نزحت فيها فوسفيت جروب واصبح المركب 3 فوسفوجليسريت. كده الخليه تيجي تنزع الفوسفيت جروب من المركب ده، بس هي لقتها في ذره الكربون رقم 3، فهي صعب ان هي تنزع الفوسفيت جروب من ذره الكربون رقم 3، فهتغير شكل المركب وهتروح تغير الفوسفيت جروب من ذره الكربون رقم 3 تروح تحطها في ذره الكربون رقم 2، فالمركب هيبقى اسمه 2 فوسفوجليسريت عن طريق انزيم اسمه الميوتيز. يبقى 3 فوسفوجليسريت هيشتغل عليه الميوتيز، الميوتيز ده زي الايزوماريز كده، هينقل بس الفوسفيت جروب من ذره الكربون رقم 3 يجيبها في ذره الكربون رقم 2، فالمركب بتاعي هيبقى اسمه 2 فوسفوجليسريت. يبقى الانزيم اللي هيحول 3 فوسفوجليسريت ل 2 فوسفوجليسريت هو فوسفوجليسرو ميوتيز. فوسفوجليسرو لانه شغال على الفوسفوجليسريت، وميوتيز لانه نقل الفوسفيت جروب من ذره الكربون رقم 3 لذره الكربون رقم 2. دلوقتي اصبح عندي الاثنين فوسفوجليسريت، هيجي يشتغل عليهم انزيم اسمه الاينوليز، بيضيف اينول جروب وبيديني فوسفوينول بايروفيت. فوسفوينول بايروفيت بعد كده بننزع منه الفوسفيت جروب ويديني البايروفيت. الفوسفيت جروب اللي هتتنزع هياخدها الاي دي بي وهيطلع اي تي بي، وما دام ضفت فوسفيت جروب يبقى الانزيم بتاعي اسمه كاينيز. وكده ابقى خلصت الجلايكوليسيس. يبقى الجلايكوليسيس بدأت مولكيول واحد من الجلوكوز وانتهيت باتنين مولكيولز من البايروفيت. الخطوة تاني من أول خطوة رقم 9، أنا وصلت لاتنين فوسفوجليسريت، الاتنين فوسفوجليسريت بيشتغل عليه إنزيم اسمه إينوليز فيتحول لفوسفوينول بايروفيت. الفوسفوينول بايروفيت خلاص بقى هنزع منه، أنا وصلت للبايروفيت أهو، هنزع منه بقى الفوسفيت دي، فتاخدها إيه؟ الإي دي بي يتحول لاي تي بي، واللي هينزع هو انزيم البايروفيت كاينيز، انا سميته بايروفيت كاينيز لانه نزع لي فوسفيت جروب.
فاصبح عندي 2 مولكيولز من البايروفيت. طيب لو بصينا من اول خطوه رقم 6 لخطوه رقم 10 اللي هي ان نبص نشوف حصل انتاج للطاقه ولا لا. حصل هنا خروج 2 ناد اتش. ناد اتش دي يا جماعه زي حصاله او بطاريه بتتفك الناد اتش الواحده بتديني 3 اي تي بي. فانا عندي هنا حصل انتاج ل 2 ناد اتش نكتبهم بالبوزيتيف لانه حصل انتاج الخليه حصلت عليهم. وكم اي تي بي عندي؟ 2 اي تي بي هنا وعندي 2 اي تي بي هنا، يبقى حصل انتاج لاربع جزيئات من الاي تي بي. يبقى هنا 2 اي تي بي وهنا 4 اي تي بي زائد 2 ناد اتش، والناد اتش الواحده من دول الناد اتش الواحده بتبقى بتديني 3 اي تي بي، يعني 2 في 3 تبقى 6 اي تي بي. وهنحسب دلوقتي الطاقه بالتفصيل. خلينا بس فاكرين ان انا عندي في الانرجي كونسيومنج فيز حصل اول 5 خطوات استهلاك ل 2 اي تي بي، لكن في الخمس خطوات التانيين حصل انتاج ل 4 اي تي بي و2 ناد اتش. طيب انا عندي هنا الاول 5 خطوات سهلين جدا ما فيهمش حاجه. الخمس خطوات التانيين عشان نفتكرهم بنقول ان هم كلهم بيبداوا بحرف البي. جليسرال دهايد هنا لما بدا يتحول اتحول لايه؟ حوالي 3 باي فوسفوجليسريت. عندي هنا بي الواحد 3 باي فوسفوجليسريت اتحول ل 3 فوسفوجليسريت. بي برده 3 فوسفو اتحول ل 2 فوسفوجليسريت. 2 فوسفو اتحول لفوسفوينول بايروفيت وبعد كده اتحول لبايروفيت. يبقى كلهم بيبداوا بحرف البي. البرودكت عندي كله بينتج بيبدا بحرف البي، فهي عائله البي. خلاص انا وصلت للبايروفيت. الجلوكوز اتحول عندي الاثنين مولكيولز من البايروفيت. اول ما بوصل للبايروفيت ببدا ابص واشوف الخليه عندي هل في اكسجين ولا مفيش اكسجين. يبقى اول ما بوصل للبايروفيت انا كده ما خلصتش يا جماعه، الخليه بتبدا تشوف في اكسجين ولا مفيش اكسجين. قبل ما ندخل في الجزء ده انا عندي نبص على الرياكشنز بتاع الجلايكوليسيس. لو خدنا بالنا كلها ريفرسبل، يعني كلها اسهم رايحه جايه ما عدا 3 رياكشنز اللي الجلوكوز. 3 رياكشنز بس هم اللي مش يعني ماشيه في اتجاه واحد. اول رياكشن اللي هو تحويل الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت، ثالث رياكشن تحويل فركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1.6 باي فوسفيت، والرياكشن الاخير اللي هو رقم 10 تحويل الفوسفوينول بايروفيت للبايروفيت. ناخد بالنا ان الثلاث التفاعلات دول irreversible، يعني ما ينفعش ارجع من الفركتوز، ما ينفعش ارجع من الجلوكوز 6 فوسفيت للجلوكوز تاني. لكن التفاعل ده اللي هو فركتوز 6 فوسفيت عادي انفع ارجع للجلوكوز 6 فوسفيت. يعني التفاعلات هنا رايحه جايه ما عدا التفاعل رقم 1 ورقم 3 ورقم 10، التفاعلات دي بتبقى irreversible. يعني انا عندي البايروفيت ما ينفعش ارجعه تاني الفوسفينول بايروفيت، لا هو بيمشي باتجاه واحد اللي هو الفوسفينول بايروفيت للبايروفيت. طيب انا في الاخر وصلت ان انا عندي 2 مولكيولز من البايروفيت. نبدا نشوف هل في الخليه عندها اكسجين ولا لا، متوفر اكسجين ولا لا. فلو في اكسجين هنسمي الظروف دي aerobic conditions اللي هي الظروف هوائيه. لو مفيش اكسجين هتبقى anaerobic condition. طب في الaerobic condition لو في اكسجين البايروفيت هيكمل الباسوي بتاعه عادي، اللي هو بعد كده احنا كنا متفقين ان الجلوكوز بيتحول لبايروفيت، وبعد كده البايروفيت قلنا الخليه لازم بتحوله لحاجه اسمها اسيتايل كو اي اللي هو بيدخل لي كريبس سايكل. فده بيحصل في الايروبيك كونديشن، يعني لو في اكسجين متوفر عندي في الخليه البايروفيت بيتحول لاسيتيل كو اي ويمشي في المسار بتاعه الطبيعي خالص. لكن الفكره هنا لو ما فيش اكسجين اللي هي الظروف بنسميها ان ايروبيك كونديشن، زي ما بيحصل عندي في العضلات او في ريد بلاد سيلز، بيحصل ان البايروفيت هنا ما فيش اكسجين في الخليه، فلازم البايروفيت هيتحول، ما ينفعش يقعد كده بايروفيت، لازم نحول البايروفيت للاكتيت. يبقى في الانيروبيك كونديشن البايروفيت عندي هيتحول لايه؟ هيتحول للاكتيت. يبقى البايروفيت هيتحول للاكتيت، وطبعا نفتكر ان انا عندي 2 مولكيولز من البايروفيت هيتحولوا ل 2 مولكيولز من اللاكتيت.
البيروفيت ازاي هيتحول للاكتيت؟ عن طريق انزيم اللاكتيت دي هيدروجينيز. اللاكتيت دي هيدروجينيز ان هو هننزع هيدروجين، هننزع هناخد عندي البيروفيت هنضيف عليه هيدروجين عشان يتحول للاكتيت. الهيدروجين اللي هياخده البيروفيت جاي منين؟ جاي من الناد اتش، وهيطلع ايه؟ وهيطلع عندي ناد. يبقى حصل ريدكشن للبيروفيت يتحول للاكتيت، وخد الهيدروجين هنا اللي اكتسبه من الناد اتش وطلع عندي ناد. ناخد بالنا برضو ان هنا 2 ناد اتش، ليه؟ لان انا شغالة على 2 بيروفيت، يبقى 2 بيروفيت هيتحول ل 2 لاكتيت، فهيدخل عندي 2 ناد اتش وهيخرج عندي ايه؟ 2 ناد. يبقى انا وصلت للفوسفينول بيروفيت، اشتغل عليه البيروفيت كاينيز هيديني 2 بيروفيت. لو في اكسجين هيبدا البيروفيت هيكمل مساره الطبيعي ان هو يتحول لاسيتيل كو اي، والاسيتيل كو اي يروح يدخل عندي كريبس سايكل. لكن في الانيروبيك كونديشنز هيبدا البيروفيت يتحول للاكتيت في وجود انزيم اسمه اللاكتيت دي هيدروجينيز، وهستهلك هنا 2 ناد اتش هيطلعوا ناد. الفعل ده بيبقى ريفرسابل، بيبقى رايح جاي، يعني لو توفر الاكسجين اللاكتيت تاني بيرجع لايه؟ بيرجع لبايروفيت. بعد كده اللاكتيت عندي بيدخل حاجه اسمها كوري سايكل، اللاكتيت بيكمل بعد كده حاجه اسمها ايه؟ كوري سايكل. يبقى في غياب الاكسجين البايروفيت بيتحول للاكتيت، واللاكتيت بعد كده بيدخل عندي كوري سايكل. لو جينا نحسب الطاقة بتاع الجلايكوليسيس، لازم ما دام هحسب طاقة يبقى لازم هعرف الجلايكوليسيس هي في الظروف الهوائية ولا في الظروف الغير هوائية. في الايروبيك كونديشن لو رجعنا تاني هنا، احنا قلنا ان حصل استهلاك 2 اي تي بي وطلع عندي 4 اي تي بي و2 ناد اتش. في الظروف الهوائيه يبقى البيروفيت هيتحول بقى لاسيتيل كو اي تمام، ويمشي في مساره الطبيعي. يبقى انا هكتب في الايروبيك كونديشن، في الايروبيك كونديشن عندي اللي هو في وجود الاكسجين، هنا في اكسجين، يبقى انا عندي 4 اي تي بي استهلكت منهم 2 اي تي بي، يبقى الناتج عندي هيبقى 2 اي تي بي، وعندي في 2 ناد اتش، الناد اتش الواحده ب 3 اي تي بي، نضرب 3 في 2 يبقى طلع 6 اي تي بي. يبقى في وجود الاكسجين عندي 6 اي تي بي و2 اي تي بي، يعني هيديني 8 اي تي بي. يبقى في الانرجي كلها هتبقى 8 اي تي بي. لكن في غياب الاكسجين، الحاله الثانيه بقى اللي هو ما فيش اكسجين، ايه اللي حصل في غياب الاكسجين؟ ان انا البيروفيت هيتحول للاكتيت، واحنا قلنا ان البيروفيت هيتحول للاكتيت بيستهلك 2 ناد اتش، يبقى الناد اتش دي هتمشي مع الناد اتش الثانيه، وهيبقى عندي 2 اي تي بي من الاربع اي تي بي، فيبقى عندي 2 اي تي بي بس. يبقى في الايروبيك كونديشن اللي هو في وجود الاكسجين حصل ان الجلوكوز اتحول ل 2 بيروفيت وصاحبه انتاج 8 مولكيولز من الاي تي بي، طلع عندي 8 اي تي بي. لكن في غياب الاكسجين البيروفيت بيتحول للاكتيت، فبيصبح عندي 2 اي تي بي بس. يبقى انا عندي في الايروبيك كونديشن حصل انتاج ل 8 اي تي بي زي ما شفنا. في الانيروبيك كونديشن ليه اختلف؟ لان انا عندي استهلكت 2 الاثنين ناد اتش اللي طلعوا اللي بيدوني 6 اي تي بي، انا كده كده استخدمتهم تاني في الرياكشن اللي حصل العكس اللي هو تحويل البيروفيت للاكتيت، استهلكت الاثنين ناد اتش اللي خرجوا اللي هم ب 6 اي تي بي، فكده كانهم مش موجودين، فحصل ان انا عندي 2 اي تي بي. هنا برضو بالتفصيل ان انا في الرياكشن الاولاني حصل استهلكت اي تي بي سواء في الظروف الايروبيك او الان ايروبيك، لحد ما بوصل هنا للبيروفيت اللي هي الخطوه الاخيره للبيروفيت كاينيز، هيحول فوسفينول البيروفيت لبيروفيت. لحد هنا الخطوات متشابهه سواء في وجود الاكسجين او عدم وجود الاكسجين، لحد ما احول الجلوكوز لبيروفيت نفس الخطوات بالظبط، بنفس عدد الاي تي بي اللي بيطلع سواء استهلكته او حصل له انتاج، لحد ما بوصل بقى الخطوه الاخيره. لو مفيش اكسجين الانيروبيك كونديشن البيروفيت هيتحول عندي اللاكتيت في وجود اللاكتيت دي هيدروجينيز، وهنا بستهلك 2 ناد اتش، فعندي هنا طبعا لو في وجود الظروف الهوائيه الخطوه دي ما بتتمش، فعشان كده لو حسبت الاي تي بي في الظروف الهوائيه يبقى عندي 8 اي تي بي، لكن الظروف الغير هوائيه عندي ال 6 اي تي بي هنا هيروحوا مع دول، اللي هو ال 6 دي اللي هي ايه؟ اللي هي كانت 2 ناد اتش، احنا قلنا الناد اتش الواحده بتديني 3، فايه؟ في 2 في 3 ب 6،
هما دول راحوا مع الكيمياد اتش اللي هنا، فاصبح النيت انرجي في وجود الاكسجين 8 اي تي بي في غياب الاكسجين هي 2 اي تي. ممكن اكتب التفاعل النهائي للجلايكوليسيس كان عباره عن ان انا بدات بالجلوكوز وطلع عندي 2 بايروفيت، طلع عندي 2 اي تي بي 2 ناد اتش. طبعا الحاله دي اللي هو في الايروبيك كونديشنز، لان عندي هنا 2 اي تي بي و2 ناد اتش يبقى 8 اي تي بي، يبقى ده النيت رياكشن اوف الايروبيك جلايكوليسيس. لكن لو مفيش اكسجين البايروفيت مش هيقعد كده، هيبقى فيه لاكتيت واللاكتيت يدخل يكمل كوري سايكل.